طيب نروح لخبر اخر وخبر مهم وهو تحت رعايه مجلس اداره النادي الاهلي وباشراف اللجنه العليا للجان بالنادي الاهلي وبالمشاركه مع لجنه الطفل ووزاره التربيه والتعليم ووزاره الشباب والرياضه واتحاد الدرجات واليونيسيف يتم تنظيم ماراثون درجات وندوه نوعيه او توعيه ندوه توعيه وانشطه للاطفال لدعم حمله انا ضد التنمر وده كنا اتكلمنا عليه قبل كده في الحقيقه ومجهود كبير جدا بتقوم بيه اللجان داخل النادي الاهلي وبالتحديد بخصوص هذا الموضوع لجنه الطفل اللي بتعمل بصراحه مجهود مهم جدا من خلال رئيس لجنه الطفل الاستاذه نداء داوود واكيد جزئيه مهمه وشيء مهم جدا ان يتم محاربه التنمر اللي ممكن يكون متواجد عند الاطفال او بعض الاطفال خلال الفتره دي. الماراثون هيبتدي ان شاء الله الساعه 8 يوم الجمعه 8 الصبح يوم الجمعه التجمع هيكون الساعه 7 امام بوابه النادي الاهلي في الجزيره البوابه الخاصه ب او المجاوره لمستشفى المعلمين بالتالي التجمع هيكون الساعه 7 انطلاق الماراثون هيكون الساعه 8 بعديه هيكون في ندوه مهمه جدا للتوعيه بالتنمر وكيفيه مواجهه هذه المشكله بالتحديد وكمان هيكون في بعض الانشطه الخاصه بالاطفال اكيد شيء مهم جدا وجيد جدا بيقوم به النادي الاهلي اللي بيشتغل في العديد من الملفات المهمه سواء ملفات اجتماعيه ملفات انشائيه وان شاء الله كمان ملفات رياضيه خلال المرحله المقبله. خلينا نروح نشوف التقرير ده ونرجع نكمل مع بعض. لو عايز تحمي ابنك او بنتك من التنمر وازاي يدافع عن نفسه انزل وشارك يوم 30/11 يوم الجمعه الساعه 7 الصبح من بوابه المعلمين. لو عايز تفهم يعني ايه التنمر وانواعه انزل شارك معانا في ماراثون عجل ندوه التوعيه يوم الجمعه 30/11 الساعه 7 الصبح امام بوابه المعلمين. هنستناكم تشاركونا مع الاتحاد المصري للرياضه المدرسيه واتحاد الدراجات يوم الجمعه 30 نوفمبر الساعه 7 الصبح. ايه هو التنمر؟ التنمر هو سلوك عدواني بيتسبب من خلاله طفل في ايذاء طفل اخر. انت مسلوع قوي، البنت دي تخينه كده ليه، الولد ده اسمر قوي، كل دي اشكال من اشكال التنمر. لو عايز تعرف ايه هي علامات تعرض الطفل للتنمر مستنيينكم تشاركوا معانا يوم الجمعه الساعه 7 الصبح في ماراثون عجل وندوه التوعيه امام بوابه المعلمين برعايه مجلس اداره النادي الاهلي وباشراف اللجنه العليا. تتشرف لجنتنا لجنه الطفل بدعم حمله انا ضد التنمر. دي حمله قوميه برعايه المجلس القومي للطفوله والامومه بالشراكه مع وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني وبالتعاون مع يونيسف وبدعم من الاتحاد الاوروبي. يوم الجمعه الجايه ان شاء الله 30/11 الساعه 7 الصبح مستنيينكم عند باب المعلمين في نادي الاهلي الجزيره. عندنا ماراثون عجل وندوه توعيه وانشطه عن التنمر. معانا مجموعه من الفنانين ولاعيبي الكوره مستنيينكم. لا للتنمر، لا للتنمر، لا للتنمر، لا للتنمر، لا للتنمر، لا للتنمر.